السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمكم على سورة عظيمة جدا من سور القرآن الكريم، بل ان هذه السورة هي اعظم سورة في القرآن الكريم، وده جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة انه كان يقول ان اعظم سورة في القرآن الكريم كانت هذه السورة. السورة دي يا جماعة من السور اللي جاء نص صريح ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هي بتستخدم في الشفاء والرقية، يعني مهما كان المرض او مهما كان الازمة اللي بتواجهها باذن الله هتلاقي فيها شفاء، لدرجة ان الامام ابن القيم كان بيتكلم عن السورة دي يا جماعة وكان بيقول عنها ان هي بتتضمن شفاء لكل انواع البلاء، وتتضمن شفاء للقلوب وشفاء للابدان. يعني لو انت عندك اي مرض او اي ازمة، سواء كان هذا المرض او هذه الازمة في قلبك، يعني في نفسك مرض نفسي مثلا لا قدر الله ولا كده، او كان مرض عضوي، فبالتالي السورة دي بتستخدم في الشفاء. كذلك السورة دي يا جماعة من استخداماتها ان هي بتستخدم ايضا في قضاء الحاجات، يعني السورة دي كان برضو من المعروف عنها ومن المتعارف عنها ان هي بتستخدم في تحقيق الامنيات وقضاء الحاجات. يعني لو انت عندك حاجة او امنية او هدف او اي حاجة انت نفسك او عايز تحققها باذن الله، الله عز وجل بيكرمك بتحقيقها لو انت قرأت السورة دي. كذلك برضو من الفوائد اللي موجودة داخل هذه السورة هي استجابة الدعاء. يعني انصحك ان انت لو انت عندك دعوة او انت عندك امنية او انت عندك شيء دعاء نفسك تدعوه ويتحقق، ان انت بعد ما تطبق الفايدة او الورد اللي انا اقوله لك ده ترفع يدك هكذا ثم تدعو الله تعالى بما تريد وبما تتمنى. والسورة دي برضو يا جماعة من كتر ما كانت قوية جدا في قضاء الحاجات كان وارد بعض التجارب عنها ان هي لو انت قرأتها 100 مرة في يوم واحد وكان غالبا يوم الجمعة بطريقة معينة وبدوم عليها، سبحان الله كان الله عز وجل بيكرمك بتحقيق حاجتك، والبشارة والبشرة بتبدأ من اليوم الاول. واستطيع اقول لك ان من خلال تطبيقك لهذا الورد ان شاء الله وقراءتك لهذه السورة، وطبعا الافضل طبعا يكون في نهاية رمضان قبل نهاية رمضان، استطيع ان انا اقول لك ان انت هيحصل لك او هيتحقق ليك او لحياتك الثمرات التالية. فاول ثمرة تتحقق ليك ان شاء الله هي الشفاء. يعني ان شاء الله لو انت بتعاني او بتواجه مشاكل او بتواجه ازمات، الله عز وجل باذن الله هيرزقك بالشفاء. كذلك من الثمرات ايضا اللي هتتحقق لك بعد ما تطبق هذه الفائدة باذن الله وتقرأ هذه السورة هي النصرة او الانتصار على الاعداء. لو انت عندك اعداء او ناس بتحاول تدبر لك مكيدة او بتحاول تدبر لك مشاكل او بتحاول تأذيك او بتحاول تتقلم في حقك بالسوء، مهما كان اعدائك او مهما كان مشاكلك باذن الله تستطيع ان انت تنتصر على كل اعدائك وكل مشاكلك. كذلك من الثمرات ايضا الموجودة داخل هذه السورة جلب الرزق والمال الوفير. يعني ان شاء الله بعد ما تطبق الفائدة دي ايضا هتلاقي الله عز وجل ان شاء الله ملأ حياتك بالمال والخير الكثير ان شاء الله. طيب الفائدة دي يا عبد الله اطبقها ازاي في نهاية رمضان وفي اخر رمضان؟ هل يشترط يوم معين؟ طب ما يشترطش يوم معين؟ هقول لك كل التفاصيل بتاعة الفايدة. بس قبل ما ابدأ في ذكر التفاصيل، اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة في التعليقات بالتوفيق. ويلا بينا يا حبايب قلبي نسمي الله ونبدأ على طول في ذكر التفاصيل والفائدة بالكامل ان شاء الله. طبعا الفائدة دي يا جماعة لا يشترط فيها اي يوم معين من اواخر رمضان، يعني انت هتطبق الفائدة دي وهتقرأ هذه السورة ان شاء الله بهذه الطريقة ان شاء الله في اي وقت من اوقات اخر رمضان. طيب هل يشترط يا عبد الله وقت معين اعمله في اليوم اللي هختار فيه؟ هقول لك ممكن تختار الوقت اللي هو قبل الفجر بساعتين يا جماعة، اللي هو في جوف الليل، ده بيبقى مبارك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه. فتخيل أما تدعو الله عز وجل وتلجأ لله عز وجل في هذا الوقت، شوف حياتك هتتغير إزاي. فده الأفضل. طيب بطبق الفائدة إزاي يا عبد الله؟ أنت بتيجي في آخر رمضان، اختار بقى يوم 21 أو 22 أو 23 أو 24 براحتك، اختار أي يوم من أيام أواخر رمضان وابدأ في فعل الفايدة او ابدأ في تطبيق الفايدة. كل اللي بتعمله ان انت بتجلس وبتبقى متوجه للقبلة، واول حاجة بتعملها ان شاء الله هي ان انت بتقرأ سورة الفاتحة 100 مرة كاملة. يبقى دي اول خطوة في الفايدة يا جماعة، وهي قراءة سورة الفاتحة 100 مرة. بعد ما بتقرأ سورة الفاتحة 100 مرة بنيجي للخطوة التانية ان شاء الله، وهي ان انت بتقول الاسم ده 329 مرة. والاسم اللي هتقوله 329 مرة هو اسم الله عز وجل الرحمن.
بتقول يا رحمن 329 مرة. بعد ما بتقول يا رحمن 329 مرة بنيجي للخطوة الثالثة إن شاء الله، وهي إن أنت بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. يبقى إذن إحنا قلنا لحد دلوقتي 3 خطوات: سورة الفاتحة 100 مرة، يا رحمن 329 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله 100 مرة. بعد كده بنيجي للخطوة اللي بعدها إن شاء الله، وهي إن أنت بتقول الدعاء العظيم ده مرة واحدة فقط، والدعاء اللي أنت هتقوله بإذن الله مرة واحدة فقط هو: اللهم اجعلنا من المقبولين، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، وفاز بعفوك وغفرانك. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، واجعله شاهدا لنا لا علينا. اللهم بحق هذه الليالي المباركة اعف عنا واغفر لنا ووسع في أرزاقنا وتجاوز عن سيئاتنا. ده الدعاء اللي انت هتقوله مرة واحدة بس. طبعا تفاصيل الفايدة بالكامل بخطوات الفايدة كل ده انا اكتبه لك في صندوق الوصف. فبس كده، اتمنى لو استفدت من الفيديو ما تبخلش عليها بلايك وتعليق جميل كده زيك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.